الستايل حبيبي استمتعوا 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 باللوك ويلكم تو افريكا. It's a level of boy, Sam Waller again, pay him attention or something. Let's get this party started. Hold up, wait a minute, salute. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم, زيدوا النبي صلى اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد. اليوم حنتكلم عن أنواع اللغة الإنجليزية. وعدتكم من أسبوعين يوم كنت خارج المملكة, قلت بمجرد ما أني أرجع للسعودية بمشيات وراح نتكلم عنها. أنواع اللغة الإنجليزية هي أربعة, عندنا الأكاديمي, والأكاديمي معناه يدرس في المدارس وتحصل في كتب وإلى آخره. حلوين, نفسه الأكاديمي يجي عندك مصطلحات رسمية مصطلحات غير رسمية, كده دخلنا اثنين. حلوين, إذا عندنا الأكاديمي ثم مصطلحات رسمية غير رسمية, هذا كلها مع بعض اثنين, ثم صار عندنا سلانك, ثم عندنا إيبانكس أو أبانكس. إيبانكس رح نعرف كل واحدة منها وليش لازم نعرفها, ممكن انك ما تعرفها ترى it's not a problem. واجهت مشكلة في طريقي لتعلم اللغة الإنجليزية, اني افتح الكتب واتعلم هذه وتلك ووا الى اخره, لكن لما جاء اتفرج افلام خصوصا لما اسمع اغاني, اغاني الراب او اغاني حتى الراك او اغاني حتى الجاز او اغاني حتى الار ام بي اللي هي الرومانسية, هذه ما افهم, مو نفس القواعد اللي هناك, مو نفس الحدس اللي هنا هناك, يا ولد دول انجليزي مين؟ فهنا اضطريت اني اعرف الاربع انواع هذه. مستحيل تفهم اغاني وافلام اذا لم تفقه الاربع هذه, مستحيل. فطبيعه الحال تحصل دكتور في الجامعه ترى ما يعرف الايبانكس والسلانج, ما يعرف ليش, لانه هو مختص بالكتب ومسك الكتب وراح يدرس الكتب ولا يبغى يطلع. كثير من الناس انا واجهتهم اليوم ما يفهم اصلا الافلام من غير ترجمه, مو بانه مستواه ضعيف في اللغه, لا, لانه هو كويس في الاكاديمي فقط. واغلب الافلام ما يستخدمون هذه, بس يستخدمون هذه وتلك ويلا وشخمط. زي مثلا نسوي مسلسل تاريخي, مسلسل تاريخي مثلا, مثلا عن مين عن مين عن مين عن مسلسل التاريخي هذا نسويه مثلا عن عمر بن الخطاب مثلا, يكون المخرج عنده فكره جديده اللي هي ان يكون لغه عربيه فصحى وثم يحط لهجه سعوديه. هل تعتقدون جميع العرب سيفقهون المسلسل؟ لا, اللي بيفقهونه مره صح السعوديين. حلو, وحتى الخليج مو كلهم, مو كلهم. هل لاحظ متفرج طارق العلي مثلا في مسرحيه ما تفهم بعض القطات اللي يقطها, القطات عن الذبات, شوفهم يقولون قطات احنا نقول ذبات, ما تستوعبها. ليش؟ لانه قاعد يستخدم ايبانكس سلانج غير اللغه العاميه. فهذا الايبانكس سلانج في كل لغه موجوده, فهي اللي تسمى اللغه المحليه. فلازم انك تعرف هذه وتلك وتلك وهذه والى اخره اذا كنت بتكون ملم بكل حاجه. صراحه انا كنت سلفش, انسان اناني وانا صغير, فما رضيت بالشيء القليل, قلت لازم افقه الخوال ذولي وش يقولون يا ولد, عشان لو جيت للبيض يكون سهل, وهذا اللي صار, جيت للبيض صار piece of cake, سهل جدا. يعني السلانج عبارة عن لغة غير رسمية, مصطلحات غير رسمية, يعني خذ الأكاديمي حلو تحته في عندنا قلنا غير رسمي, كلمات غير رسمية, يأخذون الكلمات غير رسمية هذه ويشكلون معانيها. يعني تسمع مصطلح تعتقد أنه بمعنى حاجة يطلع لك بمعنى حاجة ثانية. ترى هذه فكرة السلانج والإيبانكس, دائما أنت تحس أنك فاهم بس أنت تعرف أنه إنجليزي, تعرف أن المصطلحات هذه مرت عليك, لكن نهاية المطاف ما تعرف يا ولد ذا وش قاعد يتكلم عنه. Ain't no way ممكن تشوف فيلم يطلع ما فيه سلانج. الجملة اللي قلتها قبل شوية هذه السلانج وفيها إيبانكس أيضا, لكن راح نجي للإيبانكس بعدين, لكن خلونا الآن في السلانج. السلانج زي ما قلنا هي لغة غير رسمية, يأخذون المصطلحات الغير رسمية ويغيرون معانيها. تعال عطنا مثال طيب عشان أنا أستوعب السلانج هذا. هل له كتب؟ لا. هل في مواقع تعلم؟ ما أعرف. هل ما أعرف أنا ذي الأمور كلها ما أعرفها. ليش؟ لأن أنا تعلمت ما كان في ذي الأمور ولا عد دورت, لأنه خلاص تمكنت منها. فهمت القصد؟ طيب, كار, كار بمعنى سيارة, هذا أنا صحيح سيارة كار. بسلانج ما يسمونها كار, يسمونها رايد. رايد بما أن كلمة رايد في الأكاديمي بمعنى إيش؟ يركب. تمام, يعني رايد وذ مي يعني يركب معايا. تمام, ورايد في الأكاديمي لها معنى واحد قلنا هو بمعنى يركب, تركب الحصان, تركب أي حاجة, ركوب. الركوب يسمى رايد. جميل, رايد قلنا في الأكاديمي بمعنى يركب. في السلانج الرايد بمعنى إيش؟ سيارة. واو مين, this is my ride. مين الله في الرايد, حبيت سيارته. أيضا في في السلانج عفوا الرايد بمعنى إيش؟ سنيكرز, اللي هي الشوز, تكرمون الشوز الرياضي, هذا يسمى سنيكرز بالإنجليزي, ما يسمى شوز. ترى الشوز الجزمة الرسمية زي الآن كنا لابسينها كذا. حلو, أما الرياضية هذه جوردن ولا آخر, أديداس, أديدس, ها نايكي, هذه الماركات كلها تسمى رايد,
مين أجان يو رايت 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 حلو. أيضا في السلانج رايت بمعنى إيش؟ يضحي. أرا فور يو أرايت فور يو معناه أنا أضحي لعيونك عشانك. ها رافو مية رافو يو ضحي عشاني أضحي عشانك. حلو شوف كيف تغير المعنى لو أنت ما أنت فاقه في السلانج حدر براسك. ها أيضا الرايد عشان ما أنسى بمعنى يوصل. ها بالسلانج طبعا هذا كله بالسلانج مين كان يو جيمي رايد. حلو فأنت اسمع يا ولد ذولي وش يقولون والله ما أفهم والله ذا مو بإنجليزي والله يتكلمون بسرعة والله عندي مشكلة أتمنى ما يطلع لي أحد أتمنى يقول يا خانة عشان كذا ما أفهم واو أنا إنسان أساسا دارس أكاديمي عشان كذا ذولي يضيعوني عندك مشكلة لأنه طبيعة الحال أنت لو كويس في اللغة يا أخي طبيعي بتبدأ أنت توصل لمرحلة أنك إيش تطلع الجملة من إيش من الحوار تطلع الكلمة معنى الكلمة أقصد من الحوار الأمامك يعني 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 واضح يعني ذاك شافه بالسيارة هذا جاي برجله قال له مين كان يجي مرايد يعني إيش معناها أبغى بيبسي يعني ما يحتاج عشان كذا اللي اختبر توفل هيعرف إنه في اختبارات زي كذا تجيك جمل يقولك يلا استنبط المعنى فاستنباط المعنى أصلا بحد ذاته ذكاء لازم تعرف تستنبط المعنى حبيبي مو كل شيء قاموس قاموس الحق علي قاموس قاموس بعض الناس من قاموس يموت السلانج وصل صح طبعا بحر لو بتكلم عنه ما خلصنا أعطيكم مثال كلكم عارفينه في الأكاديمي نقول إيش my brother يعني أخوي or my sister ما فرقت معايا عيد أكرر السلانج ما له دخل في اللهجة ترى ما له دخل أقدر أقول this is my brother أقدر أقول في السلانج إيش my brother اللي يصير إيش my bro my bra ها my brav بالنسبة للبريطاني أقدر أقول my dude my nigga oh man you my nigga لأنه سلانج المعنى متغير تماما تماما شوف المعنى كيف تغير فأقدر أقول this is my nigga عادي my هناك في الأكاديمي my في السلانج تصير مع فلما أقول my brother أقول my bro my bra my nigga مين أرى فما nigga أنا أضحي لجل عيون خويي أما الإبانكس فهو لمين؟ للأفريكان أمريكانز اللي هو الأفارقة الأمريكيين اللي هم أخذوا الجنسية الأمريكية اللي كانوا زمان إيش؟ التاريخ هذا مهم الكل يعرفه أنا عرفته بالتالي قرأته وتفقهت وسألتهم حتى هم أنفسهم يعني انبسطت أني عرفت المصدر اليوم كلمة نيجا جت من كلمة نيجرو نيجرو اللي هي بمعنى سليف عبد زمان كانت أمريكا يعني ترسل سفن كذا وتروح تصطاد تخيل البشر الخوال بالذات أفريقيا وتجيبهم إلى أمريكا كان عام يسمى أو زمن يسمى زمن السليفري اللي هو زمن العبودية طيب يجيبوهم طبعا رغم أنفهم ويشغلوهم وكذا إيش ما كان اسمه غيروا لك اسمك وإلى آخره فصارت الثورة وصارت عام 1960 1950 إلى 70 بدوا الخوال يتحرروا قالوا خلاص ما عاد في سليفري لكن قالوا والله ما نوظف الخال انه مو متعلم ومنعوهم التعليم خوال غصبا عنهم عاشوا معاهم فبالتالي طبعا عاشوا مع بدو امريكا هم ذولي اللي اسسوا اساسا السليفري في امريكا اللي هي العبوديه والى اخره فاليوم انا ابيك تسوي حاجه اطلع بعد السناب روح تفرج لك اي فيلم كابوي اللي هم ذول البدو امريكا اللي هم من سيسيبي لويزيانا بكره حبيبي حلو عفوا على القطعة ميسيسيبي لويزيانا تكساس المناطق هذه اتفرج أفلامهم حلو اللي هم بدو أمريكا حلو عيد أكرر بدو أمريكا بتسمع منهم مصطلحات ما تفهمها ما هي نفس الكتب بتسمع منهم كسر للقواعد وش هذه فهذه هي السلانج يتكلمون بسلانج وهم أصل اللغة فمعناها الخوال ما اخترعوها ترى ترى ذا الكلام أقوله صدق مو عشان يخال الخوال ترى ما اخترعوا السلانج هم أخذوها من أسيادهم قاموا يطبقوها في أرض الواقع لكن اكتشفوا إنه يفهموهم متوهقين إيش يسوون طيب كيف 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 على هذا الشيء اللي سووه الخوال اخترعوا الإيبانكس اللي هو African American Language اخترعوها بينهم مصطلحات مهما قالوها السيد يكون جالس يدرب راسه مو فاهم شيء الإيبانكس باختصار هو كسر لجميع القواعد يكسر القواعد بشكل مخيف يعني مثلا I am أقول I is كذا عباطة عارف نكسر كل القواعد هل هي منتشرة منتشرة أكثر من الدبان يا دبانة واضح منتشرة بشكل مخيف هل أتكلم إيبانكس أحيانا نعم أتكلم كثير إيبانكس قبل أمس أنا منزل لكم أني إيش
أعتقد I'm off to bed. I got students to school. طبعا يجي واحد يقراها دارس أكاديمي يقول غلط أصلا كثير درهم هاي يا مدرس غلط وش ذي الجملة وش خلينا أكتبها لكم عشان تشوفوها غلط ما يصير يا ولد. فأنا ما عندي مشكلة أنك تصحح لي خطأ عندي خطأ معين في شيء معين بالعكس والله أسلوب أهم شيء أسلوب لا تعاملني معاملة أنك أنت السيد وأنا العبد يا أخي في ناس ذربين والله يعرف يتكلمون فجملة I'm off to bed I'm off to bed أول شيء هذه أكاديمية رسمية يعني ما تعرف ذا الأسلوب أنت عندك مشكلة في اللغة في الأصل. اثنين I got student to school هذه إيبانكس لاحظ سكول بمعنى مدرسة في الإيبانكس سكول بمعنى يدرس كيفهم الحين أنا أقول لك إيش مين I'm a school you معناه أنا راح أدرسك أما اللي هي شوف I'm going to ها اللي هي في الأكاديمي I will بعدين I'm going to ففي الإيبانكس صارت إيش I'm a school you, I'm a teach you, I'm a kill you. شوف هذا كله إيبانكس. جيب لي فيلم ما في هذه المصطلحات مستحيل. فهل مفروض إني أتعلم إيبانكس وسلانك؟ الأمر راجع لك. It's up to you. تبغى تتعلم ما تبغى هذا شيء راجع لك. لكن أنا عن نفسي لأن أنا صراحة أبغى أكون ملم أكون فاهم الأغاني فاهم الدقات النغزات الدسات الحركات فاهم الأفلام يعني كذا فيلم أنا تفرجته أسمع يقول كلام المترجم يكتب كلام مو هو. والله مو هو مو عارف المترجم عارف ترجمها وفقا للأكاديمي هو لغته على قده وما حد يحاسبه هنا فمشي أكون أنا فاهم واضحك يا عادي smoke مو cigarette smoke عفوا اللي هو الدخان بشكل عام حلو الدخانة يعني في الأكاديمي دخانة معروف إنها دخانة حلو smoke في 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 السلانك بمعنى يضرب شخص معين smoking man يعني أفرشه في الإيبانكس السموك بمعنى يقتل أو بمعنى يقتصب يعني يجامع إلى آخره فاهمين أنت هل قاعد تعلمنا إيبانكس وسلانك؟ لا لأنه إيبانكس وسلانك ما راح يوظفك اللي راح توظفك الأكاديمية حبيبي فأنت لأن تتعلم لغة الأكاديمية ما في شك تبي تتوظف بكرة تبي تسنع وضعك أمورك لازم تعرف الأكاديمي ثم ندخل في الباقي يعني مثلا الحين I love these eyes أنا حبيت عيونك الثنتين I love these eyes بالإيبانكس حلو راح تصير إيش I love them eyes them بدل these شوف كيف عكس القاعدة I love them eyes man I love them eyes man واو تسمع أنت كيف كذا man these are نقول them their house مثلا نقول their house mean their house their mama mean their mama respect me يعني أمهم تحترمني their mom respect me شوف كيف قاعد يغيروا يعني أقول لك كسر للقواعد بشكل عام لكن لما يعرف القواعد أصلا يروح يتعلم إيبانكس يتوهق ليش يروح الدوام مفروض أنه يتكلم مع أكاديمي ما يعرف ما يوظف يقول أنا أعرف إنجليزي لا ما تعرف مصطلحات السب اللي هي الاف وورث والان وورث نسمعها كثير البعض كثير يدرعم كثير اذكر بدايتي في السناب كنت اقولها كثير وكثير كانوا يدرعمولي هو ما يجوز السب والشتم والاطفال يتابعوك وعيال يتفرجون ام بي سي 2 يعني ام بي سي 2 كلها فيها البلاوي ذي يعني بشكل مو مشكله لكن يعني الاف وورث اللي هي اف يو معروفه الكلمه هذه مو معناها سب دائما لانها تستخدم بمعنى سلانج وايبانكس فيتغير المعنى تماما لكن بحكم جهل الشخص الآخر أنا أسمعهم فخلاص يعني إيش يسوي فيه رحم الله أمرين عرف قدر نفسه فعرف إن ذاك ضايع ماني فاضي أجي أشرح له تاريخ الإنجليزي والعبودية وذا أقول عندنا كلمة هيت في الأكاديمي بمعنى يضرب معروفة هيت في السلانك يتغير المعنى تماما وفي الإيبانوس تماما يتغير المعنى هيت تصير بمعنى يذهب بمعنى يسافر بمعنى يوصل مكان معين معانيها كثيرة يا رجل يعني الحين مثلا شوف الجملة الإيبانكسية هذه ايش رايك في إيبانكسية بالله اقول لك مثلا I'm hit the can شوف I'm hit the can I'm اللي هي I'm going to hit the can في الأكاديمي بمعنى ايش يستطيع لو قلنا I'm hit the can ما تعرفش معناها معناها I'm going to the bathroom I'm going to the restroom رايح للحمام I'm hit the can yeah man I'm hit the can man see you in a minute رايح انت تسمع وش يقول يا مين ام هيد ذا كان سي يو ان ا مينت انت تسمع ناظر يا ولد ذا بريك درس يبانك سلانك
للناس الخاصين يعني لطلابي اللي جنبي اللي جنبي اللي أشوفهم وجه لوجه أعلمهم ذا الشيء لأنه يطلع كثير أساساً. إيش الهدف منه؟ هدف حنا لو جلسنا في مكان في كوفي نتكلم وأنت جنبنا شوف تعرف إنجليزي والله أنت قاعد تسوي كل شيء بالطاقية كذا ولا الشماغي ولا الذولي وشنو. كثير من الناس أنا أتكلم إنجليزي لاحظ يكون معي ناس ولا أكون على الجوال أتكلم يجي يقول لي ولد سعودي عربي أقول what يقول ما تخويه قال لك إنه أمريكي شفت ليش يقول كذا لأنه هو قاعد يسمع مصطلحات هو عارف إنها 100% إنجليزي بس هو مفقها فهي جميلة بحد ذاتها طبعا الخوار اخترعوا الإيبانكس عشان لو تكلموا أسيادهم ما يفهموا عارف اليوم هم ضفوها في الأغاني وفي الأفلام اعتمدت في أمريكا بشكل رسمي يعني شوف كيف يعني صارت خلاص عادية الكل لازم يفقهها. هل في ناس هناك أشياء ما يفهموها؟ نعم في أشياء كثيرة. مرة أنا قلت كلمة ain't no way معناها it's impossible تخيل it's impossible اللي هي ain't اللي هي I'm not you're not is not وهذه طبعا برضو سلانج حلو وما مستحيل تتفرج فيلم كابوي ما تسمعها منهم من البيض ما تسمع ain't ما تسمع them في أماكن غلط ما تسمع I is ما تسمع you is ما تسمع ما تسمع she drink ما يقول she drinks ينفي القواعد يعني وهم أصل اللغة هذا الشيء موجود هناك. فاللي أنا بوصل لك إياه أنا أذكر زمان يوم تعلمت الإنجليزي كنت متحمس ومتمسك بالقواعد كأنها دين كأنها أركان الإسلام إذا سقط أحدهما سقط الإسلام كله. كنت أعتقد أن النيتيفز اللي هم الأصليين ذولي اللغة عندهم قواعد 100% إلى أن انصدمت في حياتي اكتشفت أن عندهم القواعد إن جاي يتكلم في مقابلة يتكلم بضرابة وقواعد وإن جاي يتكلم في 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 فيلم في ذا يستخدم المصطلحات هذه لكن في أمور رسمية يا سلام وإن جاي يكتب واو. يعني أنا مثلا في الأفلام أحيانا أسوي حركة صدقوني بتقولون مجنون اللي هي مو أحيانا يكون في رسالة مكتوبة عندهم في الفيلم ترى أوقف الفيلم وأكابتشر وأسوي زوم أشوف الرسالة أكتشف إنها مكتوبة بالأكاديمي يعني هو كلامه غير المكتوب زي ما إحنا الحين مثلا نتكلم كذا عادي أنا الحين لو بلقي خطاب بتكلم معكم بنفس اللغة لا بحاول حتى أنقي المصطلحات ها الله أكبر بنقي المصطلحات الحمد لله والصلاة والسلام وأبدأ مصطلحات شكرا لأنكم أتيتم ونورتم مكانكم يا وردة البستاني وأحضيك كلام كذا تناظر فيني يا ولد ها لو تجيني كذا بعد المقابلة بشويش كذا تقول لي ترى خالي عندك مشكلة في الكسرة والفتحة أقول لك دز أمه هذه وشي ها درسناها في المطالعة ما قد شفناه في أناشيد يا طيبة دز أمه هذا سلانج عربي سعودي بس سلانج في كل لغة موجودة في كل مكان موجود فأين نو واي بمعنى there is أو نقول it's impossible عفوا it's impossible يعني الشيء هذا غير ممكن حلو أين نو واي نقول أين نو واي مين أين نو واي I can make it مستحيل أقدر أوصل أين نو واي مين I can make it فمصطلحات كثيرة زي ما قلت والله لو بتكلم عنها ما خلص لكن hopefully I kept my word أنا يعني أتمنى أني يعني حافظت على وعدي أنه قلت لكم راح أشرح المصطلحات هذه وأنا عارف كثير متحمسين بيعرفونها لكن في نفس الوقت هو ما حيستفيد بس هو يعتقد أن أي شيء أقوله أنا زي هذه الأمور راح تفتح له باب هي شوي متعبة ترى لكن أنت في النهاية زي ما قلت لك أنا نصيحتي لك أضبط الأكاديمي أنا اليوم ما أدرسكم لا هنا ولا في اليوتيوب ترى سلانج أبدا قاعد أدرسكم أكاديمي لأنه أنا عارف هذا اللي بكرة إيش بيوظفك وبيدعسك في حياتك شكرا لكم عندي حصص خارجية سلام عليكم شيء قبل ما أنسى وهذه ما هي بدعاية الناس يلعبون لعبة جي تي فايف اللي هي جراند يمكن أنا ختمتها 7 مرات يا رجل اللغة كلها المستخدمة في اللعبة من أولها أخرها كله سلانج وإيبانكس فالبعض يتعلم اللغة ذيك مع الحماسة وحتى من غير ما يحس ومن كثر ما يلعب فقاعد يتعلم المصطلحات هذه ما راح توظفك يا ابن الحلال هذه كلها سلانج وإيبانكس اللغة الأكاديمية الوحيدة في 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 في, في اللعبة هي ترى التوجيهات روح كذا اقتل فلان سوي كذا نط ارجع سوي عشان كذا حتى بعضها ما تفهمها انت لان هذه هي اللغة الأكاديمية فتخيل نفسك اليوم انت في مقابلة الدوام قال لك مين وجود انا فاير سيلف تو اس ممكن تعرف نفسك لنا تقول له يا مين What's poppin' yo? What's poppin' evening? Man, by the way, man, I'm out here, man. I came with my ride, man. It's got broke down, man. Feel me, man. The fact my name is G, but my homies call me D, so you can come if you want me. Feel me, man. You my nigga. أقسم بالله راح أقول لك get your ass out of here, man. You fired. You told like. في شيء في خاطري ما أقدر أخليه والله. لازم أقوله.
يا أخي أنت هم تفرج على سنابات الشخص تعرف وينه، تشوف وينه حسب ما يصور، صح؟ زي الآن مثلا أنا واضح إني في السيارة، تمام تمام، أمس أنا في العرس، يعني واضح إني في عرس، تصور مع العريس، واضح صح؟ تخيلوا في وسط العرس، في ناس سألوني ترجمة، إيش معنى ذا؟ حل واجب سوي، عند اختبار إيش أسوي؟ سوي الرد رد تكفى لا تتغلى، أنا كذا مغرور صح؟ أمانة أنا كذا أنا في عرس، أنا كنت في عرس. تعرف شو معنى عرس بالإنجليزي؟ ويدينج، نسميه ويدينج داي يعني عرس. تعرف شو معنى العريس؟ أنا بمشيئة وأصير في يوم، نسميه برايد جروم أو جروم. تعرف شو معنى العروسة؟ أصبر يعني قاعد أستحين قاعد أتخيلها، اسمها برايد. هذه ثلاث معلومات من وراء التريلات. How much would a widow with a chucky for which a good chuck hood? How much would a widow with a chucky for which a good chuck hood? How much would a chuck for which a good chuck hood? How much would a chuck for which a good chuck hood? أخذناها من سنتين، ممكن تحدي نقولها خمس مرات. شكرا حبيبنا من البصرة من العراق، درب عياله عليها، نشوف عياله مع بعض يا أخي تبارك الله وما شاء الله. شكرا يا أخي، شكرا. تعود الطفل على الأمور الصعبة على مخارج الحروف الصحيحة باللغة، طبيعة الحال إذا كبر ونما راح يكون مبدع. شكرا. بس ترى أنا عزوبي ها يا أبونا عمر، يعني إذا لكم يعني عزوبي، يعني شوف تخيل خاله يتزوج من البصرة، يعني ترى حلوة من العراق، يعني عشان لا ما يعرف، يعني مرة أنا أحب العراقيين. How much would you chuck if I would chuck? How much would you chuck if I would chuck?